السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي الأستاذ فادي أبو غوش، أنا أدرس اللغة العربية في مدرسة لملم للرياضيات والعلوم في مدينة شيكاغو. اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية 18 من كانون الأول من 2020، وطلابي الآن سيتكلمون بعدي عن كلمتهم العربية المفضلة وطعامهم العربي المفضل. مرحبا، اسمي جابرييل، أنا من شيكاغو في إلينوي، أدرس في لمبلوم. كلمتي المفضلة في عربية صديقتي، وطعامي عربية مفضلة درجة. مع السلامة. مرحبا، اسمي أوليفر، أدرس في مدرسة لمبلوم في شيكاغو إلينوي. طعامي عربي المفضل باكلافا. شكرا، مع السلامة. مرحبا، اسمي أمينادا، أنا 16 عامًا وأنا طالبة في مدرسة لمبلوم في شيكاغو. طعامي العربي المفضل هو شاورما لأنها جيدة. يوم اللغة العربية سعيدة. مرحبا، اسمي جافن، يدرس في مدرسة لمبلوم في شيكاغو. كلمتي المفضل في عربي بنتالونز، ويوم لغة عربية سعيد. شكرا، مع السلامة. مرحبا، it's me Brooke، أدرس في لمبلوم. طعامي العربي المفضل شاورما. يوم لغة عربية سعيد. مرحبا، أنا اسمي إيه وأنا من شيكاغو وأنا طالبة في مدرسة لمبلوم. طعامي العربية المفضل هو فلافل. اليوم والعربية عربية. مع السلامة. مرحبا، اسمي ميا، عمري 16 عامًا وأنا طالبة في مدرسة لمبلوم. طعامي العربية المفضلة شاورما ليانا جيد ولذيذة. يوم لغة عربية سعيد. مع السلامة. مرحبا، اسمي هيلي، عمري 16 وأدرس في مدرسة لمبلوم. طعامي المفضلة عربية الشاورما دجاج. يوم لغة عربية سعيد. مرحبا، اسمي كيارا، أنا من شيكاغو، عمري 16 عامًا، أنا في مدرسة لمبلوم. صديقتي المفضلة سوزي وألينا وألي. طعامي المفضل الدجاج والأرز. أنا أحب ألعب الكرة الطائرة وليان ممتية. مع السلامة. مرحبا، اسمي أمير، اذهب إلى مدرسة لمبلوم. كلمتي المفضل اذهب إلى. طيب، مع السلامة. يوم اللغة العربية سعيد. مرحبا، اسمي شلبي، عمري 16 عامًا، أنا من شيكاغو وأدرس في مدرسة لمبلوم في شيكاغو. أنا في الصف العاشر، وكلمتي المفضلة حبيبي، وطعام عربي المفضلة شاورما دجاج. يوم لغة عربية سعيد. مرحبا، اسمي دايشا، أسكن في شيكاغو، أدرس في مدرسة لمبلوم. كلمتي المفضلة يلا. يوم لغة عربية سعيد. مرحبا، اسمي مرايا، طعامي العربي المفضل دجاج مقلي، وكلتي المفضلة مشمس. يوم عربي عامي سعيد. مرحبا، اسمي ليفيا، أنا 15 عامًا، طعامي العربي المفضل فلافل لأن فلافل لذيذ. كلتي عربي المفضل نجوم لأن نجوم جميلة. يوم عربي المي سعيد. إليكا. مرحبا، اسمي تايلر، أذهب إلى مدرسة لمبلوم.
طعامي العربية المفضل الفلافل. كلمة العربية أو المفضل مليكة. يام العربية سعيد. مع السلامة. مرحبا، اسمي سيدني. أنا طالبة في مدرسة لمبلوم. طعامي المفضل العربية باكلافا. اليوم عربي العامي سعيد. مرحبا، أنا اسمي سوزي. أنا طالبة في مدرسة لمبلوم في مدينة شيكاغو. الطعام العربي المفضل باكلوا و فلافل. يوم عربي عالمي سعيد. مع السلامة.